بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سرية وموتا غير خزي ولا فقر اللهم إنا نسألك خير أمرنا آخره وخير عملنا صلاتنا وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك خير النسأل وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثبت موازيننا وارفع درجتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة في الفردوس. ونسأل